الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن الإعجاز في القرآن الكريم في مجال علوم البحار. نرى أن القرآن قد وصف البحار وعددا من ظواهرها من سطحها إلى قاعها في وصف دقيق كشفت عنه العلوم في رحلة طويلة بعد أن تملكت آلات البحر ورصدت جيوشا من العلماء لجمع هذه المعلومات حتى تكاملت تلك الحقائق. وهذا القرآن الكريم يشق لنا البحر نصفين بأسراره، فكما أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم شق البحر بعصاه وعبر هو وقومه بعد أن انشق البحر نصفين، فإن هذا القرآن يقدم لنا معجزة في البحر وهي بشق أسراره وكشف تلك الأسرار. هذا متى؟ في وقت كانت الخرافة هي المسيطرة على عقول الناس. كان القدماء من المصريين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن جاء الفتح الإسلامي هم يتصورون أن الفيضان في النيل سببه أن ملك النيل غضبان وأنه يريد عروسه، وكانت الخرافات تغلب على الصيادين وعلى الذين يعيشون في السواحل. ما كان الإنسان يتجرأ أن يخوض البحر بسهولة لما فيه من أخطار، ولكن بعد أن تقدمت وسائل الإنسان وبعد رحلة تشالنجر عام 1873 وهي الباخرة، باخرة الأبحاث البحرية البريطانية التي طافت من جميع البحار واستمرت رحلتها مدة 3 سنوات، بدأ علم البحار يضع أقدامه على أسس صحيحة. علماء البحار يصفون لنا ما يكون على السطح وما يكون تحت السطح وما يكون في القاع، فتعالوا في رحلة نصحب القرآن الكريم في ذلك. نرى على السطح الرياح. التقسيم الدولي للرياح يقسمها إلى 12 قسما مع قسم آخر هو قسم الصفر، حيث تبدأ الرياح بقوة صفر. في هذه الحالة لا يحدث في البحر موجات حركة راسية ولا تيارات حركة أفقية، والسفن تبقى راسية كأنها على قطعة سمن جامد. إلى هذه الحالة الأولى تشير الآية في قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي تظل السفن راكدة على ظهر هذا البحر، لا حركة أفقية ولا راسية. ثم يتكلم التقسيم الدولي للرياح في البحار عن مجموعة النسيم ويرتبها من 1 إلى 6، تبدأ بريح خفيفة ثم نسيم لطيف ثم نسيم معتدل ثم نسيم ناهض ثم نسيم شديد وهكذا ترتيب إلى رقم 6، ورقم 1، 2، 3، 4 بحسب قوة البيفورت، وهو مقياس على قوة الريح، مقياس بحري. لكن هذه الريح إلى هذه الدرجة كلها رياح طيبة يرضى عنها راكب البحر وتسعده ويفرح بها. هذه المجموعة أعطاها القرآن اسما واحدا وهي الرياح الطيبة، فقال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فجمع هذه الأقسام كلها بقسم واحد وهي أنها ريح طيبة علاقتها براكب البحر علاقة طيبة يفرح بها. ثم يتكلم التقسيم الدولي عما بعد هذه الدرجات، فيأتي بمجموعة الرياح العاصفة وهي التي تعصف بالبحر وبراكب البحر وبالسفن التي تكون عليه، ويبدأ تقسيمها من 7، 8، 9، 10، هذه الرياح مجموعة العاصفة ويسمونها هكذا عاصفة، عاصفة معتدلة، عاصفة
نشطة عاصفة ناهضة عاصفة، هذا التقسيم عاصفة. والعاصفة هذه سببها أن الرياح تهب على سطح البحر، فعندما تهب الرياح عليه تمثل ضغطا على سطح البحر فينخفض السطح، فإذا انخفض السطح ارتفع من الأطراف، ولكن على مسافة 10 كيلومترات 15 كيلومتر. فتبقى السفينة في منطقة الهبوب وكأنها في قاع بركة واسعة، على الأطراف ارتفعت المياه، ماذا يكون الناتج؟ المياه تتحرك نحو المنخفض، فتأتي الأمواج متجهة إلى المكان الذي هبت فيه الريح. فإذا كانت هناك سفينة في منطقة هبوب الريح فالأمواج تأتي من كل مكان، وهذا غير المعتاد الذي اعتاده الناس في ملاحظة حركة الموج التي تتجه دائما إلى الشاطئ. هذه المجموعة العاصفة ذكرها القرآن وجاء بترتيبها بنفس الترتيب بعد ذكر الرياح الطيبة، فبعد أن قال وفرحوا بها قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. انظر كيف ربط بين الموج الذي جاء من كل مكان مع الرياح العاصف التي تضغط على سطح البحر فتكون سببا في مجيء الرياح في مجيء الموج من كل مكان. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، عندئذ تميد السفينة ويظن راكبها أنه سيهلك، ماذا تكون النتيجة؟ وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين، يدعون الله جل وعلا للنجاة. ثم بعد ذلك إذا خرجوا إلى البحر نسوا دعاءهم لله سبحانه وتعالى، فيقول لهم القرآن أنا عندي رياح أخرى، هذا رياح ليست كالعاصفة وليست كالطيبة وهي أعلى درجة. التقسيم الدولي يذكر هذه في الرياح الإعصار ويعطيه درجتين 11 و12، وهي الرياح التي تكسر جسم السفينة ويبدأ تكسير من شدة هبوبها تكسر السواري التي في السفن، تكسرها وتحطمها تحطيما. ويشير القرآن إلى هذه الرياح فيقول للذين دعوا الله ونسوا الله بعد أن خرجوا إلى، قال يقول لهم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعيدكم إلى البحر تارة، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قاصف القصف والكسر. الآن وصفت هذه الريح بوصف آخر، ليست عاصفة ليست طيبة ليست ساكنة، وإنما أعطاها وصف آخر قاصف مكسرة. فإذا كسر جسم السفينة وكسرت سواريها فهي الغرق، وهكذا يقول العلماء البحار اليوم عندما يأتي هذا الإعصار الهريكن فالهلاك. فانظروا إلى هذا التقسيم السهل الدال الموحي المحيط لكل ما يحدث على سطح البحر من أنواع الرياح، فمن علم محمد بذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنه الوحي الذي يأتيه من الله جل وعلا. فإذا ما تكلمنا عن البحار، هل البحار بحر واحد أم بحار متعددة؟ نجد الجواب البحار ليست بحر واحد وإنما هي بحار متنوعة مع أنها تلتقي في محيط واحد. متى عرف هذا؟ هذا عرف بعد رحلة طويلة، بعد رحلة تشالنجر. في رحلة تشالنجر عرفوا أن هناك عينات من البحار مختلفة من المياه فقط، وهذا كان بعد عام 1873. في عام 1933 خرجت رحلة أمريكية إلى خليج المكسيك ونشرت مئات المحطات البحرية، ثم وجدت أن المحطات انقسمت إلى قسمين، المجموعة الأولى متحدة في قراءاتها يعني تعطي حرارة واحدة، ملوحة واحدة، كثافة واحدة، قابلية ذوبان للأكسجين واحدة، بل وأحياء مائية واحدة في منطقة معينة. المجموعة الأخرى تعطي قراءة أخرى مختلفة. استنتجوا من ذلك أن وجود هاتين القراءتين دليل على وجود بحرين.